بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، أحد النباتات التي درستها في فصل الشتاء. طبعا هذا النبات ينمو في فصل الشتاء بنسب كبيرة جدا، كونه يعني متكيف في فصل الشتاء. وطبعا العينة اكتشفت فيها أنواع من الميكروبات والطفيليات والبكتيريا والفطريات، ممكن تعيش فيها فيروسات أيضا. وأنا أنصح الخبراء بدراسة الطفيليات المتواجدة في النباتات، كونها منتشرة في بنسبة كبيرة جدا في الجزيرة العربية. وأيضا ممكن إذا درسنا الميكروبات مثل الطفيليات الدودية أو الطفيليات الميكروبية المجهرية، الأحياء الدقيقة في المعمل، ممكن نكتشف الأمراض التي تسببها، مما يعني ينتج عنها وقاية من هذه الأمراض في المستقبل عندما يعني نتقدم في هذا المجال. وأنا أنصح يعني الخبراء بدراسة النباتات وأمراض النباتات. وعلم النبات يعني من أجمل العلوم يعني اللي ممكن ندرسها في تخصص الأحياء، أحياء نبات أو أحياء يعني علم أمراض أو طب. ممكن يعني ندرس هذا التخصص بشكل موسع في هذا المجال. طبعا تم تشريح العينة ودراسة الطفيليات، وأيضا تتميز هذه العينة بجذور طويلة جدا تحت الأرض ومتوسعة أيضا. وأيضا أنصحكم يعني بدراسة هذا المجال، لأنه مجال جميل جدا، وأيضا تحتاج إلى مجاهر لا يقل عن تكبيرها 2000 بكسل. وأيضا هذا النبات من النباتات يعني الجميلة التي تتكاثر في الشرقية. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.